التكبير التلقائي لو عايز تفصله اضغط هنا على الضبط، اعدادات، الخريطه، تكبير التلقائي. انا فصلت التكبير التلقائي عشان الله يسكر عليك، وهذا الاثر يقدر يسجل وراك النقاط. ايوه اوكي، وانت ماشي بالبر. تمام. ايوه تمام. اذا تبي تخلي بتوع في البر قائمه، اعدادات، اعدادات، خريطه، ملاحه، مسار خارج الطريق. حاليا صار خارج الطريق، بس ترسم لك بطوع، يعني مثلا هنا المؤشر، اي مكان عجبني مؤشر انطلق، ترسم لي خط بطوع في البر امشي عليه. اذا الخط ابي افصله اضغط هنا علامه الضبط، مسار اسطوبة العمر. حاليا يشتغل معايا مظبوط 100%. شوف هذا النقطه يجيبني المكان اللي انا فيه، بس هذا البرنامج بس هنا بالكويت بس يطلع لك اماكن، لكن بالسعوديه حتى يطلع لك شارع وبر. اوكي، وهذا برنامج الاسمن دي كامل عندك، كامل طال عمرك بعد في بر الكويت وفي بر السعوديه وبر اي بر الكويت وبر السعوديه بس، وشامل حتى التضاريس كامل والخطوط الكونتوريه اللي هي البنفسجيه. مثلا جبه